12 مباراة، أين ستسير هذه القمة؟ سيطرت علي حمد. تحياتي محدثكم محبكم على الدوام فارس عوض. شوط أول من خلال هذه المباراة أن يعوضهم. كرة بتصل إلى سبيت خاطر، سبيت يحاول بيلعب لك كرة، عنده 8 أهداف في تاريخ لقاءات الفريقين لكن كلها بقميص العين. اليوم سبيت خاطر اختلال، محاولة عينوية وصلت إلى الموهوب، وصلت إلى عمر سات، عرضية على خصيف على مرتين، يسيطر على المركز الثاني. صحوة بعد صدمة البداية، استطاع الفوز على عجمان بالأربعة، على الظفرة بالسبعة، على دبل فجيرة بالخمسة. كرة طويلة وإلى الأمام، محاولة سريعة أليكس وقف عليها. يا سلام يا أليكس إلى كيمبو، كيمبو يلعب سقوط، ركلة جزاء، ركلة جزاء وإنذار. كيمبو يتحرك، كيمبو يظهر، إنكوكو في الدقيقة الركلة الجزاء. الآن يستعد للتقدم لفريق العين، من النادر أن يهدر ركلات الجزاء. جانا سموا لا تذكر ركلة الجزاء سوى التي أهدرها مع غانا، سوى التي أهدرها مع غانا. الآن نشاهد جانا سموا اللي سجل في مرمى الخسيف بركلات الترجيح في نهائي السوبر. الآن يتقدم في محاولة من جانا سموا لأن يضع العين في المقدمة. هذا جان الجني من ركلة الجزاء بيلعب لك كرة. الله، العين ما جاي يتعثر، العين جاي يتصدر، جاي يتصدر. جانا سموا الكرة بيعديها، الكرة بيمشيها. في الشوط الأول يصنع ركلة جزاء، وفي الثاني يضع الهدف الثاني في هذا اللقاء. دياكي يمر، دياكي يحاول في نص الملعب، كرة ما زالت معه، يحاول فيها، يلعب لك كرة خلف المدافعين. الله على التمريرة، الله على الاستلام، الله على الضربة، الله على كرة قد يصحو من خلالها الجزيرة. عبد الله موسى وراء كل خطر، وراء كل فرصة، وراء كل محاولة، هذه المرة وراء الهدف، وراء الهدف. الجزيرة يقلص الفارق قبل مرور الساعة. دياكي يستعيد تمريرات الساحرة، يضرب المدافعين بكرة واحدة، استلام، انطلاقة، ضرب. أول 13 لاعب من الهدافين كلهم أجانب، تخيل كلهم أجانب، مهاجمو المنتخب. اللي إلى إبراهيم دياكي، مقطوعة، علي مبخوت يلعب لك كرة الآن إلى دلجادو، دلجادو يا سلام إلى علي مبخوت. الله على التمريرة، هنا السرعة، هنا القوة، الكرة القوية، لكن مرت، الكرة مرت قوية من علي مبخوت. سلامات إن شاء الله. أحد لاعبي العين طيح على أرضية الملعب اللي هو إسماعيل أحمد، يتعرض لإصابة في الدقيقة 70. شوف الكرة الماضية وشوف تسويبة اللاعب علي مبخوت بعد محاولة إبعاد الكرة والتصدي لها، أصيب اللاعب إسماعيل أحمد. سلامات إن شاء الله. مباراة حتى الآن يسجل فيها جان وإيكوكو كلاعبين أجانب، يسجل أدياكي لكنها ما زالت بين أقدامهم. كرة بينية، أوليفيرا استلام الكرة إلى علي مبخوت، ديلجادو يلعب له الكرة في مكان. يا رب، عندما يشتد الظلام تستطيع أن ترى النجوم، تستطيع أن ترى النجوم. هي ظلمت لكن أوليفيرا رجعها، أوليفيرا نورها، أوليفيرا عاد بالجزراوية. قلبوها، عادوها، رجعوا إلى المباراة. هذه اللقطة اللي كانت من دلجادو. الله يا دلجادو، الله يا كيفارا، الله يا ريكاردو. أوليفيرا يظهر، النجم يظهر، النجم يأتي، الجزيرة يعادل، الجنون يستمر. صاحب المركز الأول وصاحب المركز السابع 5 نقاط. الكرة طويلة وإلى الأمام، محاولة سريعة باتجاه دياكي، دياكي خطفها، الكرة خطيرة الآن في مكان دياكي، عرضية لكن الكرة السهلة ضاعت. ضربة مرمى، هذه كرة إبراهيم دياكي اللي مرت من اللاعب خالد عبد الرحمن، لكن بعد ذلك طالت الكرة وتحولت
الكرة بتتحول، من يخطفها في وقت ولا ما في وقت؟ الدياكي يحاول في آخر دقيقتين، الدياكي يبحث عن العرضية، عرضية رأسية، الكرة سح إلى الأمام في شوط المباراة الثاني. ديلجادو بيلعب لكرة عرضية رأسية، الله مستحيل، ضاعت من جمعة عبد الله، ضاعت من المتخصص. كرة المباراة، كرة الانتصار، كرة النقاط، تنفس العيناوي.